السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالتطبيقات الكتابية الأسبوع الثاني من مرجع المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، هواية الصيد. إذا أولا سنقرأ النص، بعد ذلك سننجز الأسئلة المقترحة الخاصة بهذا النص. هواية الصيد: من الهوايات التي تشد الناس إليها هواية الصيد، وقد عرفت هذه الهواية حين كنت صغيرا أرافق والدي الذي كان حريصا على تعليمي قواعد السلامة قبل تعليمي فنون الصيد. كان لوالدي صديق شغوف بالهواية نفسها، يقضي وقت فراغه في ممارستها، وهو الذي علمني كيف أختار الطعم وكيف أرمي الصنارة. ولقد علمتني هذه الهواية الصبر الذي يحتاجه الإنسان لبلوغ مطالبه. إذن هذا هو النص. السؤال الأول: أقترح كلمة لها نفس معنى الكلمة الملونة في الجملة الآتية: من الهوايات التي تشد إليها الكثير من الناس هواية الصيد. الكلمة تشد يمكن أن نعوضها بتجذب. تجذب إليها، تجذب. سؤال ثاني: أصل كل جملة بما يناسبها. علم الأب ابنه الصبر لبلوغ المطالب أو قواعد السلامة، إذن فقد علمه قواعد السلامة. علم الصديق الولد، إذن علمه كيف يعني يختار الطعم، إذن اختيار الطعم، وعلمه كذلك كيف يرمي الصنارة، إذن طرق أو طرائق رمي الصنارة. بينما الصبر لبلوغ المطالب فالهواية بشكل عام هي التي مكنته من الصبر دائما وتعلم الصبر الذي يحتاجه الإنسان لبلوغ مطالبه. السؤال الثالث: أشكل ما كتب باللون الأزرق في النص. إذن سنرجع إلى النص لنشكل ما كتب باللون المغاير. من الهوايات التي تشد الناس إليها، وقد عرفت هذه الهواية حين كنت صغيرا، إذن هو الذي علمني كيف أختار الطعم، كيف أختار الطعم. إذن نمر الآن إلى السؤال الرابع: أستخرج من النص ثلاثة أفعال معتلة وأبين نوعها. إذن من الأفعال المعتلة في النص، إذن لدينا يقضي، إذن يقضي في الماضي نقول قضى، إذن فهو ناقص، فعل معتل ناقص. أرمي، إذن أرمي جاءت في النص أرمي، إذن الماضي رمى، إذن فهو كذلك ناقص. إذن الكلمة أو الفعل الموالي أرافق، أرافق، إذن في الماضي نقول رافق. إذن لاحظوا معي فهو معتل الوسط، إذن فهو فعل أجوف، فعل أجوف. نمر الآن إلى السؤال الخامس: أبين الفعل والفاعل ونوعه في الجمل الآتية: أرافق والدي لممارسة هواية الصيد. إذن الفعل أرافق، الفاعل إذن ضمير، ضمير مستتر تقديره أنا، أنا، إذن نوعه هنا ضمير، ضمير غير متصل، إذن ضمير.
تعلمت كيفية رمي السنارة. إذن الفعل تعلمت، إذن الفاعل، إذن التاء المتحركة في محل رفع فاعل، ت نوعه ضمير متصل، ضمير متصل. يمارس الصديق الهواية نفسها، إذن الفعل يمارس، الفاعل إذن الصديق، الصديق. إذن نوعه، إذن اسم ظاهر، إذن نوعه اسم ظاهر. السؤال السادس، أنشئ جملة فعلية فعلها أجوف وفاعلها ضمير متصل. إذن سأقترح عليكم الجملة، وجدوا ما يبحثون عنه، وجدوا ما يبحثون عنه. إذن وجدوا ما يبحثون عنه. إذن بالنسبة للفعل وجد فهو معتل الأول، إذن فعل مثال، إذن وجدوا، الفاعل إذن واو الجماعة ضمير متصل. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.